قول لي انا جاي لك اهو. ده انت تجيلي. اي بص يا حبيبي انت تجيلي عشان ام علي هتزعل مني. ام علي هتصور طبعا. بص هناخد الكرواسون ده عشان انا ايدي مكانها. ماشي. ونقطعه ونفتته. ومال فت أول. فت يا درش. يلا بينا. هو ده اللي أيوة. بعد هو ده. وهنحط الحليب يغلي على النار. ماشي. معاه شويه فانيليا. الله. وشويه سكر. الله. وشويه مكسرات. الله. عندك بقى المطبخ الخليجي مثلا. أيوة. انا شايف انه متاثر جدا جدا بحضاره عظيمه اللي هي حضاره اليمن. يعني الخلاجة طبعا اكلهم جميل وكله، بس المطبخ اليمني باعتبار ان اليمن حضاره عظيمه طبعا، وهي من طبعًا. اقدم حضارات شبه الجزيره العربيه. هو اللي مأثر على كل المطابخ الخليجيه. يعني وبنسبه الحضاره وبنسبه دراستك للتاريخ طبعا. أيوة. واضح ان حضرتك متمكن. انا بحب. قول لي المطبخ المصري من ايام القدماء المصريين والفراعنه طبعا ايه تاريخيا؟ عايزين نشرح للساده المشاهدين، احكي لنا الموضوع ده باستفاضه. اكتر حاجه موجوده على جدريات المعابد الرنجه وال يعني عيد شم النسيم بشكل عام. حلو. جيت في ملعبنا رنجه وفسيخ. حلو. يعني عايز اقول لك الحاجات دي مؤرخه ومكتوبه عندنا. حلو. المصري كان بياكل فول بالمناسبه. حلو. المصري القديم كان بياكل فول وده مثبت برضه. كان عنده العيش بتاعنا. حلو. ده الفول ده اساسي والعدس. وجد عدد كبير جدا من الدقيق والعيش. عارف العيش البتاو؟ الله اكبر. حلو قوي. المصري القديم كان بيعمل اهم حاجه وجبه الفطار. وجبه الفطار كانت اتقل وجبه لانه كان بينزل يحرس الارض او يشتغل طبعا. في الحاجات طب صح. ام علي اخبارها ايه؟ سلم عليك والله. حليب وسكر. فين السكر عندك؟ هو ده. انا عايزك تدوب السكر مع الحليب يا والله. كنت حضياك واحط الملح. الحمد لله. لا والله. كنا هنخلي الانتاج دلوقتي. بس الاثنين معروفين خلي بالك. ايوه. لا ده بتلاقي ده افتح شويه. مقادير ام علي على الشاشه. كرواسون بديل لعجينه الملفي بيقطعه طبعا الاستاذ مصطفى كفافي المذيع المتالق لتقديم صباح الخير يا مصر، بيستمتع مع ام علي. ومعانا السكر والحليب يا درش بعد اذنك. يلا بينا. وشويه الفانيليا الحلوين، مكعبين زبده او سمنه بلدي. انا بحب احط سمنه بلدي دايما على ام علي. خد كده تعالى المضرب. أيوة. خليها مكانها. اقلب. اقلب. هتحط السكر على اللبن. على اللبن. خلي بالك المدام هتطلب منك ام علي دي النهارده. يا نهار ابيض. حط السكر. السكر بقى انك تعمل حلو في البيت يا درش. أيوة. بتتحكم في كميه السكر، قليل كتير. أيوة. حسب الحاله الصحيه. أيوة. عشان كده بنصح كل الامهات والزوجات يعملوا الحلو في البيت. ما تحط لي الحليب كده بقى. يلا بينا. بتنسيق كده بيد حضرتك على ام علي. استنى بقى عليا اما اشيل دي كده ووزع الحليب بالتساوي. يقول لك اسقسقه. اهو سقسق. اسقسق اهو. خد يا ده. خد يا ده. مفيش مره دخلت المطبخ كده المدام مثلا في اسكندريه وتاخرت قلت اخش المطبخ اعمل اكل للاولاد؟ لا بخش. الا فاجئ المدام ان انا دخلت بخش المطبخ. بخش وبطبخ. واللي بتعمل ايه؟ انا عايز اعمل مثلا ده. رز بشعريه. اعمل مثلا صينيه فراخ بالبطاطس. يعني انت بتخش المطبخ تعمل بطاطس. وتعمل ورق عنب. لا ورق عنب ولا كرنب. لا انت بتتكلم طبعا انت ممكن تكون يعني انت بتقول مرحله إيه؟ بتفرد عضلاتك علينا مع طبعا المذيع المتالق الاعلامي الاستاذ مصطفى كفافي برنامج صباح الخير يا مصر. وسحبت مني المعلقه. لا ما انا مرحب ام علي من تحت ايدك. بس اعمل ايه؟ طيب انا خليتها لك اسهل. انا جبت لك شويه مكسرات اهم. شويه مكسرات زينها بقى بايدك كده. وانت يهمك طبعا البرزنتيشن والشكل بتاع الطبق طبعا. يلا حط لي بقى جوز الهند مع فستق مع اللوز. انت يا مزاج اللوز خالطها. انت عارف ان المكسرات غنيه جدا بالبروتين. بحب المكسرات جدا. هم ثلاث انواع اكتر ثلاث انواع باكلهم. اللي هم عين الجمل واللوز والفستق. دول انا بيتي ما يخلوش منهم ابدا. بتحب دول اكتر حاجه؟ عين الجمل والبندق. بيتعبني شويه عشان قشره. لكن انا بحب الفستق وبحب عين الجمل وبحب اللوز. اللوز مفيد جدا. الثلاثه دول اكتر ثلاثه مفيدين. هي كل المكسرات مفيده بس اشطرهم قوي اللوز طبعا يعني وعين الجمل طبعا عشان كده هم غاليين. بس كفايه جوز الهند. كفايه جوز الهند. بقول يعني بس بتوصى بيك. ايوه حبيبي. دخلنا الفرن. ما دخلنا الفرن بقى. تعالى دخلنا. يلا يا استاذ مصطفى كفافي استنى عليها عشان دي عجباني قوي. تعالى عامل زي كاس العالم. تعالى يا درش حبيبي. انت راجل محترم وطيب. هنا الفرن اهو. ايوه افتح افتح. الاستاذ مصطفى كفافي يضع ام علي داخل الفرن. قافل الفرن يا درش. يلا بينا. استنى استنى. إيه؟ من الساده المشاهدين يشوفوها.
تمام. يا فاروق اهو. ام علي بعد ما حطينا عليها المكسرات، يلا يا رب يكونوا شايفين. تسلم ايدك، تسلم ايدك، وطعم الفانيليا طالع منها حكايه حبيبي.